أخي مستجدات نحن ننتظر في كل لحظة وفي كل دقيقة باش إن شاء الله هذه المشكلة لا يتحل. المسؤولين اللي عطاو الترخيص نهار الاول هما اللي خصهم يشكوا هذه المشكلة. هذا حنا ننادي والسكان يعني يشعرون بواحد الشعور انه يعني ما بقات لهم حياة في ديورهم ابدا الا بإزالة هذا الرضا. هذه الحمد لله ابو رئيس مقاطعه سكدان. هذا موضوع ديال السكان ديال الحي اللي تشكاو من موجود ديال هذا المشكل ديال الرادار ديال الاتصالات الهاتفيه. وكاين واحد اللحمه ديال السكان والمجلس ما هو الا ممثل السكان جا توقف معهم وبدا الاجراءات الاداريه ديالو باش يتم السيطره على هذا الموضوع هذا. وان شاء الله برحمه الله قبل الاجل غادي يتم الازاله ديال هذا الرادار. شكرا جزيلا. هو في الحق هذه زوبيراتور او هذه انمي وغيرها يعني خصهم يتعاملوا مع السكان بحذر ويتعاملوا معهم بمسؤوليه وتكون لك واحد المشاوره مع الساكنه قبل ما يقوموا باي عمل. ماشي اما هذه العمل التدليسي بين قوسين يجي وانستاليو بالليل انستاليو بالنهار في غفلة عن الساكنة وبدون إخبارهم وبدون ما يتشاوروا معهم ولا ياخذوا حتى رأيهم ولا هذه المسائل هذه خصها توقف. وهاد الناس خصهم يكونوا مسؤولين ويعرفوا بأن الساكنة دابا راه هي اللي كتسكنها. ما ينوي راه غادي يعملوا ليزونتي ديالهم يجيو بحالاتهم. ضروري بأنهم يجلسوا مع الساكنة مع الوداديات ويجبروا على الحل الوسط. ما يمكن قبوله يمكن يتقبل وما لا يمكن قبوله خصهم يعرفوا بأنه راه المسائل تغيرات. والحمد لله ان المغاربه وعاوا ان حتى هذه المؤسسات الكبرى خصها تتعامل بحذر وتتعامل بمسؤوليه مع الساكنه. وحنا كنشوفوا دابا الساكنه هي لانها لم تستشر اولا في الانستالاسيون الاولى ثم بعد ذلك دابا في التقويه ديال الشبكه. ضروري انهم يجلسوا معهم المسائل اللي مقبوله تتقبل والمسائل اللي غير مقبوله ما يمكنلاش تقبل.